أيضا للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني حالا الآن كنا نتحدث هاتفيا مع الدكتور نبيل أبو ردينة طبعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، والحقيقة يا دكتور أنه يعني في أغلب كلام الدكتور نبيل يتحدث أنه لن تحل الأزمة الحالية ويتم وقف التصعيد بشكل مبدئي ثم نتحدث عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية إلا بإقناع الجانب الأمريكي بشكل كامل بضرورة وقف دعمه للجانب الإسرائيلي. خليني أبدأ مع حضرتك في هذه النقطة تحديدا، وسؤالي أيضا لك ماذا لو لم تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم بلعب هذا الدور؟ ماذا لو استمر دعمها المطلق إلى الجانب الإسرائيلي؟ كيف سيكون الوضع يا دكتور؟ الوضع هيكون مأساوي للولايات المتحدة الأمريكية قبل إسرائيل، لأن إسرائيل يعني هي رأس حربة للمصالح الأمريكية، وللأسف يعني إدارة بايدن مع مستشار الأمن القومي مع أنتوني بلينكين الصقور في الإدارة الأمريكية، يعني للأسف لم يقدموا ردا حاسما حتى منذ أمس، منذ تصويت الجمعية العامة 153 دولة، 10 دول فقط هم اللي اعترضوا، وفي 20 دولة و 13 دولة امتنعوا عن التصويت، يعني أغلبية المجتمع الدولي ضد أمريكا. السياسات الأمريكية يعني في الإدارة الحالية هي يعني دعما لمحتل لقتل أبرياء، ما فيش تناسب حتى في الرد الفعلي الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. يعني هم لو كانوا الإسرائيليين استهدفوا حماس كان الموقف يمكن يكون في يعني نوع من المناسبة بأن عسكري في موقف عسكري، لكن قتل الأبرياء والأطفال والمستشفيات وضرب المستشفيات والبنية التحتية دي تعد جرائم حرب. نتنياهو المتشدد بأفكاره منذ صعوده من اليمين المتشدد في الولايات المتحدة الأمريكية كممثل للفكرة الصهيونية التي تفاخر بها بايدن ويقول بشكل كبير ويربط بين اليهودية والصهيونية، وهذا أمر خاطئ يرفضه حتى اليهود الأمريكيين، بأن لولا إسرائيل وإنشاء كيان إسرائيل ككيان محتل لن يكون يهوديا كان موجودا في العالم. هذا كلام خطير للغاية، ويؤكد بأن الإدارة يبدو أن المستشارين القريبين من بايدن لا ينقلونه أو لا يعطوا له معلومات تاريخية أو دينية دقيقة حقيقية دقيقة. طبعا في خطأ كبير. يعني أنا يعني شايف حتى في مقالتين مهمتين في الواشنطن بوست وفي نيويورك تايمز كل مقالة منهم تناولت موضوع مهم للغاية. أنا يعني أنا بحب أشوف الأمريكيين ولا من القاهرة هنا بيكتبوا وبيتناولوا الموضوع إزاي. في تغير في صوت الواشنطن بوست ونيويورك تايمز والسي ان ان، يعني بعيدا عن فوكس نيوز لهم صوت بيطلع في بعض الكتاب والمقالات هنا او هناك فيها درجه من الاكاديميه والموضوعيه في عرض المسائل كي ينقذوا امريكا من هذا العمى، لان كمان انقاذ امريكا مرتبط بان ينقذوا من وجهه نظرهم اسرائيل ايضا، لان اسرائيل في حاله عمى هي والحكومة العمالة تفكر في سيناريوهات مفزعة. يعني ايه السيناريوهات المفزعة؟ تأجير الفلسطينيين من قطاع غزة ودفعهم الى سيناء، ده انتحار، انتحار للسلام، انتحار لكامب ديفيد، انتحار للاستقرار الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط، واستفزاز مصر. طيب نتنياهو من يوم ما وصل للحكم بعد ما قتلوا رابين المتشددين وخلصوا من رابين، يعني قتلوا اسرائيليا يهوديا كان يسعى إلى أن يبني سلام حقيقي مع الرئيس الأسبق مبارك، وكان يسعى مع الرئيس الأسبق ياسر عرفات، ولكن قتلوه وانتهى الأمر بأن التشدد أصبح عنوان المرحلة. يأتي بايدن يقول لك بن عمير يمشي من الحكومة، ويجي النهاردة بايدن وأنتوني بلينكين يقول لك احنا مش عارفين نقيم العمليات اللي بتقوم بها إسرائيل في قتل المدنيين أو استهداف المدنيين، يقول لك إنها هل هي تقييم لاستهداف حاجات عسكريه ولا مش عسكريه؟ في واستخدام عباره انه من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها. ما هو الدفاع عن نفسها لحد امتى؟ ما هو في حاجه اسمها اسباب الاباحه في القانون المحلي.
وفي القانون الدولي اللي اتكلمت عليه النهاردة مقالة في نيويورك تايمز، قالت التناسبية بين عدد الاستشهاد اللي حصل في فلسطين غزة، نتحدث عن 18,000 ممكن يكون زود 10,000. هذا أمر 3-4 قنابل نووية ضربوا في غزة، وغزة أيضا صامدة، وفي قتلى في الجانب الإسرائيلي بيزيد بشكل. هل المجتمع الإسرائيلي سيقبل نتنياهو الوزير دفاعه اللي بدأ يزيد من عدد القتل؟ في حالة من الضبابية في اتخاذ القرار في واشنطن، ومستشار الأمن القومي في توصياته اللي حيأتي لإسرائيل، وفي حالة من الضبابية حتى في تل أبيب، هم مش عارفين بيعملوا إيه. يعني أنا شايف في تقييمي مثلا في آخر دقيقة في النقطة ديت، من يوم ما نتنياهو جه وهو يعني فشلا ذريعا كما فشلت استخباراته في 7 أكتوبر ويتحمل المسؤولية، ولكن فشل في إيه؟ زود من الجماعات اللي هي النون ستيت. حزب الله بقى في لبنان، وعندك حماس بقى في قطاع غزة، والحوثيين بقى في اليمن. يعني هو كان فرحا بأن هو بينشئ جماعات وليست بدول لا تبني استقرارا ولا سلاما، ويأتي الآن يقول لك أنا ههجر الفلسطينيين إلى سيناء، وتبقى سيناء أيضا مقر لجماعات ليست بدول وتسليح، ونبدأ نخش في مهاترات وفي مشاكل عسكرية مع إسرائيل. أنا أفتكر الرئيس السيسي كان واضح، وعلى فكرة الخطوط الحمراء ديت كانت مهمة أن تسمع من رجل دولة يملك من خبراته. صحيح. في إعطاء حاجات مهمة جدا للأمريكيين. طب بالحديث عن رد فعل القيادة السياسية المصرية يا دكتور أشرف في هذه النقطة تحديدا، يعني من الواضح جليا أنه الجانب الإسرائيلي ما زال مستمر في عملية التهجير قسريا أو طوعيا من الشمال للوسط ثم من الوسط إلى الجنوب لأهالي غزة، ومن الواضح طبعا المخططات اللي بالفعل منذ اليوم الأول الحقيقة أشارت لها الدولة المصرية وكشفتها للمصريين وللعالم كله، ومن الواضح جليا أيضا الرفض القاطع للدولة المصرية دولة يعني قيادة وشعبا بهذا الأمر. طب ماذا بعد يا دكتور؟ ما هو ما يحدث في إسرائيل في فلسطين ما زال يحدث حتى اليوم، حتى هذه الساعة التي نتحدث فيها معا، والموقف المصري ثابت وواضح ولا يتغير. الأمن القومي المصري خط أحمر بكل المقاييس، فماذا بعد يا دكتور؟ شوف أنا من حمدأ من الداخل، لأن السياسة الخارجية لأي دولة بتبدأ من الداخل الأول، يعني سياستها في الداخل بتمشي إزاي. تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية ده كان علامة من علامات الردع، وكان مهم أن المصريين كشعب ردوا بهذا الرقم في المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية. لسبب، هما كانوا الأمريكيين يعني عندهم تصور، والغرب كان عندهم تصور ان بوب بقى الانتخابات مش هيشارك حد. التصويت على منصب الرئاسة المصرية هو كان تصويتا على الأمن القومي المصري. صحيح. كقضية أولى وأهم، وده على فكرة يعني حس المصريين ورغبتهم في أن يقوموا بهذا العمل المسؤول الوطني بالمشاركة السياسية، دي كانت جزء من تأكيد للأمن القومي والدفاع عن فلسطين والدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن غزة. صحيح. ده رقم واحد، ده كانت مؤشر مهم. المؤشر الثاني ان طبعا كان أعضاء الكونغرس نسمعهم يقولوا كلام عجيب، ولسه حتى نتنياهو وأنتوني بلينكن وبايدن يقول لك يعني خلي الإسرائيليين، احنا عارفين بنعمل ايه، ودي الإسرائيليين هم يعملوا ايه. الإسرائيليين مش عارفين يعملوا ايه، حكومة ديت حكومة عامية مش وراها غير القتل. ولكن في نقطة مهمة، مركزية الدولة المصرية وقوة ارتباط الشعب برئيسها واتخاذ القرارات القوية التي فيها أكثر من رسالة وجهها الرئيس السيسي للرادع لإسرائيل تحديدا، لأن كل السيناريوهات الموجودة في الأدراج أو سربت أو طلعت كانت بتهدف إلى نقطة إن احنا نقتل الفلسطينيين ونعتبرهم على أنهم يعني مش بني آدمين ونقتلهم ويهربوا ويطلعوا إلى سيناء، فأنت إيه مصر بقى تاخدهم بايه بالوضع اللي هم عليه ده، يطلعوا بقى يهجموا. ده طبعا كلام العك اللي هو موجود في دماغ الجنون في تل أبيب. ولكن في نقطه مهمه، الامريكان في نقطه مهمه جدا فاصله، لان امريكا بقى الطرف في القضيه دي. يعني كلام الدكتور ابو رداينه وكلام انا قلته في اول التحرير في اكسترا نيوز او في القاهره الاخباريه، بان امريكا هي اللي بتدير ملف
التصعيد في غزة ونقل الأسلحة والسلاح الأمريكي اللي بيقتل الأبرياء، أو النهاردة بيقولك إن لا إحنا مش ما أديناش إسرائيل قنابل فوسفورية. أمريكا بدأت تبقى طرف في هذه الحرب، وأمريكا بقى عليها مسؤولية، لأن دولة إسرائيل دي دولة المحتل، لا يمكن أن نبني معاها كلاما مؤسسيا دون وجود الشريك الأمريكي، لأنه هو الضامن لهم، وهو اللي بيفكر لهم، هو اللي بيديهم التعليمات يوقفوا حرب امتى ولا يكملوا امتى. مع انه الداخل الامريكي يا دكتور اشرف، مع انه الداخل الامريكي بنسبه كبيره جدا في اصبحت رافضه تماما للسياسات الامريكيه في دعمها للجانب الاسرائيلي. يعني نتحدث هنا عن مسؤولين، ناس اوفيشلز يعني مسؤولين وناس في مجلس الشيوخ ومؤسسات كبرى هناك اصحابها حتى اعلنوا استقالات واعلنوا رفضا لدعم الجانب الامريكي لاسرائيل. دي نقطة مهمة أشكرك عليها يا دكتور، لأنها بتعبر عن المقالة الثانية اللي نزلت في الواشنطن بوست، اللي بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا عندنا في أمريكا في رايت وليفت، في يمين ويسار. اليسار اللي هو بيمثل دلوقتي حتى بايدن بيعتبروا إن هو من اليسار، أو مجموعة من الديمقراطيين اللي هم شايفين إن وقف إطلاق النار وإن إحنا لازم نعمل سلام حقيقي ونعمل حل الدولتين، لأن دي في المصلحة الأمريكية اللي هي الأمريكان ناشونال انترست، اللي هو حماية المصلحة الأمريكية القومية لأمريكا، بإن لازم حل الدولتين ده يتحقق. والحل سهل، يعني أمريكا ممكن تفرضه من الصبح، هنقسم القدس الشرقية الغربية ونقسم حدود فلسطين دولتين متساويتين ونخلص. وهنا شعب فلسطين بيعيش وشعب اسرائيل بيعيش، ويبقى كل دوله لها حق ان يعني يعيشوا ويبنوا تجاره ويبقى في تعاون بدل سلسله الدم اللي لن تنتهي. اليمين المتشدد اللي هو المتصهين اللي هو في الزيونيزم بقى، ده اللي هو في رجال اعمال كتير، في شركات كتير، في اصحاب بيزنس كتير بيدعموا التصهين ودعم المستوطنات ودعم المستوطنين لمشروعات تبدو أنها تحقق استثمار في استثمار هذا الصراع. لكن الناس المعارضة اللي هم الليفت اللي هم عندهم رغبة في حل الدولتين أو أن احنا نصل إلى سلام حقيقي، دول بقى بيعملوا المظاهرات، دول بقى لك ما معهمش حاجة، دول بيعملوا المظاهرات بس. ولكن هل هم يملكوا اللابي أو القوة أو التأثير على الكونجرس أو على الرئيس؟ للأسف لا. هو بقى عندهم التحدي في الانتخابات الرئاسية الجاية دي ان هم يستطيعوا مع العرب امريكان، العرب الامريكيين او المسلمين الامريكيين في الولايات المتحدة الامريكية، ان هم يكونوا قوة تصويتية لان هم يكون لهم دور في الانتخابات لتغيير السياسة الامريكية. لكن الطامة الكبرى بقى ان النهاردة الجمهوريين بمرشحينهم اللي هم انا اسف يعني اللي هم يعني ليسوا بالقوة، ما عادش غير ترامب، وترامب لسه المحكمة الدستورية العليا هتبت في ان هو يخش الانتخابات ولا لا، ولكن ترامب وهم برضو نفس القصة، في دعم لأرضه للتصهين ودعم للمؤسسة العسكرية وللقتل والدم في فلسطين، ده للأسف. وحتى كمان في بايدن برضو الأجنحة الصقورية اللي موجودة في الإدارة الديمقراطية. طيب الحل ايه؟ الحل ان احنا دلوقتي هل هيفضل الحل ان احنا ما عندناش غير الحل العسكري؟ يعني لغه القوه اللي هتبقى يعني فارقه وفارضه على الوضع في فلسطين. انا يبدو اذا هم خدوا الحل العسكري من وجهه نظرهم، الجيش المحتل الاسرائيلي ده ليس بقوه جيش الستينات والسبعينيات، هم كانوا يطلق عليهم في الولايات المتحده يقول لك القطط السمان، اصبحوا غير قادرين على اداء العمليات المحترفه. وطبعا انت شايف حضرتك طبعا في غزه دلوقتي بيتم اصطيادهم، وبقى اصبح قتل الجنود الاسرائيليين والضباط الاسرائيليين بقى شيء عادي في الاعلام الاسرائيلي، وده مجنن الاسرائيليين على فكره، لان ده بيديهم ضغط عليهم. يعني الحل العسكري حتى لو هم كملوا فيه، الشعوب صاحبه الحق لا تموت بالدفاع عن حقها، والفلسطينيين اثبتوا، يعني حتى لما الرئيس السيسي قال ان القضيه الفلسطينيه لن توقد ولن يعني نسمح بأن تموت هذه القضية، الفلسطينيين أثبتوا بأنهم استمروا واستشهدوا على أرضهم لإثبات للعالم كله أنهم لن يفرطوا في أرضهم ولن يتركوا ولن يهجروا
وسيظلوا مدافعين عن أرض فلسطين وأرض غزة. وهذا ليس بغريب أبدا ولا بجديد على أبناء الحجارة وأبطال الفلسطينيين. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر سكايب الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية.